Okay, last class we started talking about chain surveying. We talked about the processes that are being done in chain surveying, and we said that in chain surveying we apply 2 points of the second principle in surveying, which is the measurement of lines and lines or distances, and distance and offset. We talked about the equipment needed for the measurement of lines. We talked about the chain, the tape, and the invert tape. And we talked about the equipment, and we mainly talked about one tool, which is the optical square, which we use to make right angles. So the processes are measurement of line and making right angles. في شعبة سابقة سألت الطلاب إيش العمليات اللي بنكون فيها بمساعة الجنزير. فكان الجواب إنه بنقيس مسافات وبنقيس زوايا. لا هو إحنا حالة خاصة من الزوايا اللي هي إيش؟ زوايا القائمة. ولكن عمليا هل نستطيع قياس اي زاويه بدنا اياها؟ مساحه الجنزير. مساحه الجنزير افتحوا لنا الكتاب صفحه 74 problem 3.4 شو بيقول السؤال؟ عندنا خطين A B C بدنا الزاوية هاي اللي بين بمساحة الجنزير هل نستطيع قياسها؟ في البعض بيقول تشوك ماله يعني لا الجواب الصح هو نعم نستطيع قياسها نعم نعم لو أسقطنا عمود على الخط بي سي وقسنا طول العمود هذا سميه او اوفسيت وهذه دي فتان ثيتا اي ثيتا تان ثيتا يساوي او على منها بنقدر نعرف زاوية ثيتا أي طريقة في طريقة ثانية هاي الخطين A و B C لو جينا أخذنا arbitrary distance يعني اي مسافه بدك اياها من B ل A سميها L1 مثلا 10 متر 13 متر مسافه حسب الواقع بيساعدك خذها ممكن تاخذ نفس المسافه او مسافه ثانيه زي ما الواقع بيملي عليك على الخط هذا سميها L2 بعدين قيس المسافه مش بنوصل احنا ما بنشتغل على ورقه وقلم بنقيس هذا خطا بقع فيه الطلاب بقول لك بنوصل بين كذا وبنوصل بين كذا احنا ما بنشتغل بورقه وقلم في الميدان معنا شريط وبنقيس الان قيس المسافه هذه ولتكن ال3 كيف من النقطة هاي اللي قسنا لها مسافة L1 للنقطة هاي اللي قسنا لها مسافة L2 الآن بنقيس L3 في مشكلة بالحكي هذا؟ قانون جيب التمام قانون جيب التمام الآن بقول لك إنه L3 squared is equal to L1 squared plus L2 squared minus 2 L1 L2 cosine theta. We have only one unknown which is theta.
So practically we can measure any angle. بس the process is long. ولهذا السبب احنا عمليا فعلا ما يعني لا نلجا لقياس زوايا المسائل الجنزيه. هذا الحكي مؤجل فيما بعد لما ناخذ الجهاز اللي بيقيس لنا الزاويه بشكل ستريت فورورد. واضح؟ بس اذا اضطريت نقدر نحل المشكله ولا لا؟ باكو which is more accurate? This one or this one? Which one? Two. مين اللي الدقه الاعلى؟ رقم واحد ولا رقم اثنين؟ رقم اثنين. عارفين ليش؟ لانه انت لما تسقط عمود هان العمود ممكن يحرف معك صح؟ ممكن ما تجيب النقطة هاي بالضبط ساعتها بتختلف الـ O وبتختلف الـ D. بينما هان إن انت ماخذ لنقاط بريسايس محددة بشكل واضح يعني ماخذ المسافة من هان لهان نقطة بشكل واضح ممكن تحددها وتحط عليها شوكة وتحط عليها حديدي أو شاخص أو أي شغلة. نفس الشيء من هان لها ونفس الشيء بتقيس بينهم فعندك القياسات واضحة المعالم وبشكل أدق. واضح؟ أنا أتوقع زيكم إنه هذه تعطيني دقة أكثر منها. ماشي بس بضل في عندنا إقامة الإسقاط الأعمدي فيها ريسك بالذات كل ما طال العمود كل ما صار في عندي مجال انحراف. يعني صعب إنك تجيب الزاوية 90 بالضبط، تجيبها 89 وتجيبها 91 صح؟ بس انت هنا يعني نقاط واضحة هاي نقطة نقطتين ثلاثة تقيس عمالك ما بينهم تقيس بدقة أعلى فيش مجال لانحراف هيك ولا هيك. واضح شباب؟ طيب الآن حكينا عن equipment used for the measurement of lines for making right angles but there are other equipment such as the ranging rod كلكم شفتوه في المختبر واستخدمتوه. It's rod which comes in two lengths, a meter or two meters. زمان كانوا يصنعوه بطول مترين. Circular cross section. بس طول المترين لو كان انت معك سيارة صغيرة نقل الشاخص من A ل B أو إذا عندك مكتب في الطابق السادس بدك تطلعه على الدرج ولا في المصعد طالع نازل معك مترين مش عملية سهلة. قد يكون from wood or from steel. لهذا السبب اليوم صنعوا لنا شواخص بطول متر واحد مصورة تنحط بمصورة تنحط بمصورة. بإمكانك تصنع شاخص بطول مترين متر ثلاثة متر أربعة متر أي طول بدك إياه صح؟ الآن الشاخص مدبب من أسفل حتى يسهل غرزه وتثبيته لانه انا ما بدي اوظف شخص فقط مسؤوليته والله انت مسؤوليتك بس امسك لي الشخص. مش منطقي الحكي هذا. لا اذا كانت النقطه على ارضيه ترابيه لوس كان شو نعمل للشخص؟ ثبت. طب اذا كانت النقطه على ارض صلبه شو بنعمل؟ في عندنا حامل ثلاثي يا شباب جاي بالشكل هذا حلقة تخيلها في ثلاث أرجل وتشخص بالحلقة وفي عندك زي مشد هيك أيوه هنا حط الشخص وبثبت. فبرضه ما في داعي نوظف شخص بس عشان يمسك شخص. الآن احنا في المختبر شو بنعمل؟ نشغلكم في جروبس من أربعة وخمسة حتى نشغلكم كلياتكم نخلي شخص يمسك الشخص مزبوط. بس هو في حامل شواخص زي هيك واذا ما شفتوه اطلبوا من الاستاذ مهند او الاستاذ اشرف المره الجايه ورجيكم اياه موجود عندنا في المختبر زي حامل تخيل زي حامل الكاميرا. واضح؟ اذا هذا الشخص يستخدم لتعليم النقاط لانه لو كان عندك خط طويل طب وين اخر نقطه؟ ما بتشوفها لو كانت على الارض بس لو حطينا فيها شاخص مش بامكانك تشوفها. يستخدم لتعليم النقاط وزي ما كمان شفتوا في المختبر يستخدم لي في in the ranging of lines عملية تثليث عشان نجزء خط طويل ونقيسه. اوكي؟ بالاضافة الى استخدامات كثيرة راح نشوفها ان شاء الله تعالى خلال الفصلين، مساحة واحد ومساحة اثنين. شوك لو كان عندي خط طويل هذا الخط طويل بتقدر تقيسه دفعة واحدة؟ شو بدك تسوي فيه؟
غزو. بالذات إذا كانت الأرض لوس ترابية، فبدك تحط شوكي في كل نقطة. قيس المسافة D1 D2 وأهل المجرة، المسافة الكلية مجموعة. مجرد ما خلصت قياس شو بتعمل في الشوك؟ شيلها. شوكي سيخ حديد 30 40 أو 50 سنتي، من السهل انك تصنعه. تاخذ سيخ حديد طوله 6 متر وتروح على او 4 متر، تروح على الحداد تصل لي واعمل لي حلقات. هاي صار معك شو تستخدم لتعليم النقاط بصوره دائمه ولا مؤقته؟ مؤقته. طيب وبشكل دائم شو اللي ممكن نستخدمه؟ وطبعا فيش شيء دائم، معنى دائم لانه انت بنية انه يكون دائم، ولكن ممكن تنخلع الحديدي. صح؟ اللي ممكن نستخدمه بصورة ادوم اللي هو تيجز او تات، بالعامية احنا بنسميهم خوازيق او بينسات. اوكي؟ وهذه ممكن تكون ستيل انجل، زوايا حديد، وهي الاكثر شيوعا عندنا. ممكن تاخذ سيركولار كروس سكشن زي الازميل بس مدور، سيركولار كروس سكشن، او زي وتد خشبي ودي سكوير كروس سكشن. الاكثر شيوعا في بلادنا اللي هو زوايا الحديد هذه. هذه لتعليم النقاط بصوره ادوم. واضح؟ رامبوب العربي الشاقول. نعم. اللي بيقابل هاي المسافات الطويله برضه. كيف؟ لا، هذه تعليم الحدود بين الجيران على سبيل المثال. حد بين جارك، بينك وبين جارك، بدنا نعلمه مشان يدوم، نحط العلامات هذه. البلبل او الشاكول قطعة حديدية زي البلبل اللي كنا نلعب فيه واحنا صغار، بس معلق في ايش؟ خيط. لما تمسك الخيط والبلبل يهدى يبطل يهز صحيح يمين شمال، فبيكون الخيط عامل لي ايش؟ فيرتيكال لاين. هون عامل لي فيرتيكال لاين. مالها البريزما؟ لما استخدمها. لما تستخدمها بدك تدلي منها بلبل عشان يجي فوق النقطة. صح؟ يعني هذا احد الاستخدامات. في الاستخدامات الاخرى عندك، لو كان عندنا قطعة طارد وبدنا نبني فيها مبنى، بعد ما تطلع الجرافي وتجرفها وتسحمدها بيجي البنا بنصب حواليها ايش؟ اطار الخشب اللي يسمى خنزيري، وبعدين بنحط علامات وفي علامات مقابله لها، بعدين بشد خيط بين كل علامتين متقابلات، ونفس الشيء هنا. طبعا احنا مش بصدد نشرح لكم الموضوع هذا هلا، ولكن هذه التقاطعات هي بتكون ايش؟ سناتر اللامدي. طب هذه موجوده بالهواء ولا لا؟ طب وين مكانها على الارض؟ بستخدم البلبل اللي اسقط على الارض. طب لو كانت عندي ارض جاي ريجلر زي هيك وبدي المسافه من هان لهان، اذا بدك تحط صفر الشريط هان، الشريط راح يضرب في التضاريس. صح؟ اذا بدك قياس دقيق للمسافه كانك تجيب بلبل ارفع، ونفس الشيء او بعدين ردينا نرجع نقول نوصل. قيس. هاي دي بتكون المسافة. واضح شباب؟ هذه من تطبيقات البلبل. الان ماذا لو كان عندي أرض منتظمة الانحدار؟ أنا في النهاية شو اللي معني فيه يا شباب؟ أنا في النهاية اللي معني فيه المسافة الأفقية هذه دي. أنا بقدر أقيس اس
لو تمكنت من قياس الزاوية ثيتا هاني فساعتها دي شو بتساوي؟ اس في ايش؟ كوساين ثيتا. واذا كمان معني هذا فرق الارتفاع يعني قديش هاي النقطة ترتفع عن هاي النقطة، اذا معني في اس في ساين ثيتا صح؟ طب كيف اقيس ثيتا؟ إنها أداة للقياس. طورونا أداة. طبعاً هذا أدوات أوبسليت. شو معنى أوبسليت؟ It's not used anymore. بس ليش إحنا بندرسكم إياه؟ ليش بندرسكم تاريخ وجغرافيا؟ ليش بندرسكم تاريخ؟ بدك تستفيد من السابق عشان تفهم اللاحق صح؟ يعني هذا بنمي تفكيرك عرفك انه كيف كانوا يشتغلوا، شو الصعوبات اللي كانت تواجههم، وكيف احنا اليوم بألف نعمة لما نيجي على الأجهزة اللي هنتعرف عليها فيما بعد. واضح؟ فهذا عندي العرض المايلي اللي انا معني فيه ايش؟ في المسافة الأفقية فيها اللي هي دي هاني. هذا اللي معني فيها انا معني في دي، بس انا ممكن اقيس اس ضل بلزمني ثيتا عشان اقدر او جدي. تخيل عندك اداة نص منقلي يعني 180 مش 360 معلق فيها بلبل ومدرجي من 0 10 20 لـ90 ونفس الشيء بالجهة الثانية، يعني مش من 0 لـ180. الآن إذا كانت هذه الحافة أفقية البلبل بيكون ضارب في أي رقم؟ الصفر. إذا ميلنا الحافة الأفقية هاي مشان تصير موازية لسطح الأرض، البلبل بيميل معها ولا بيضل لتحت؟ بيميل. البلبل بيضل عامل لي خط عمود لتحت صح؟ يعني بما معنى لو جينا للأداة هذه وروحنا لبسناها هنا، هاي الصفر، هاي الخط اللي رايح باتجاه الصفر، بس البلبل شو راح يصير اتجاهه؟ راح يضل اتجاهه هيك صح؟ فراح يعلم على رقم هنا، الرقم هذا اللي علم عليه هنا بيعطيني مقدار الزاوية هاي اللي هي نفس الزاوية هاي صح؟ بس بيضل المشكلة كيف ندل البلبل وهذا في الأرض، وهذا في الأرض صح؟ مش هاي الأرض هنا؟ كيف بدي ادليه؟ يعني اللي بنسوي انه ممكن نحط شاخص هنا وشاخص هنا. اوكي، وبعدين على ارتفاع متر على الشاخص وعلى ارتفاع متر هناك نروح عاملين خط، هذا الخط بده يكون بوازي يمين صلحه. هلا هذه حطها هنا وبتعمل الشغله تبعتك. واضح؟ المشكله انه مهما حاولت تعمل هذا مستقيم الا انه شو يصير فيه؟ تقوس، فهذا بيؤدي للخطا. فهل من طريقه نستبدل هذا الخط بخط بصري بدل ما هو فيزيكال يعني شريط؟ الجواب يس. نستخدم الاداه اللي بعدها اللي هي الابن ليبل. شفتوه في المختبر لا؟ في حد ما شافه؟ اكل حال اللي ما شافه رد اطلب من الاستاذ مهند والاستاذ اشرف ورجيكم اياه. احنا ساعتها بدل البلبل استعرضنا عنه فقاعه مي، فقاعه هواء يعني عفوا، يعني بزل يعني وعاء مليان سائل باستثناء جزء بسيط ظل فيه فقاعه هواء زي ميزان البنايه بالضبط. اوكي، واستعرضنا عن الشريط بخط نظر بمر في هذا مبدأ العمل نفس مبدأ العمل اللي بقيس لنا الزاوية هاي اللي هي نفس الزاوية تبعت ميل السطح. This is used for mainly for regularly sloping ground. أي استفسار شباب؟ الآن العمليات اللي بنكون فيها زي ما حكينا نوعين،
measurement of lines and making right angles. نبدأ النوع الأول which is the ranging and measurement of lines. The easiest distance to measure is the short distance located on a flat or nearly flat ground. أسهل مسافة للقياس، المسافة القصيرة، شو معنى قصيرة؟ أقل من طول الشريط، على أرض شبه منبسطة. زي مثلا نعطيك قطر هالغرفة، الأرض منبسطة، ونقول لك كسرنا القطر. حط الصفر في بداية الخط وبتشد وبتكرر. But you have to take into consideration two factors. The first one is that you need to apply reasonable pull force. قوة الشد تكون منطقية. لا نرخي ويقوس. ولا نقول وين همت الشباب؟ ثلاث شباب يشدوا من هنا وثلاث شباب يشدوا من هناك يروحوا قاطعين الشريط. بخفاش عليك شو قوة الشد المناسبة. فبدنا نطبق قوة شد مناسبة. Second factor, we are measuring a horizontal distance. So the tape should be horizontal. When you pull the tape, it should be horizontal. Now, how can you make a horizontal line? البنا بيعمل خط افقي بميزانه، صح؟ طب واحنا كيف نعمل هوريزونتال لاين؟ شو رايكم نجيب ميزان بنائي؟ بصير ولا بصيرش؟ مالكم؟ ممكن ولا مش ممكن؟ بس مش منطقي مش عملي. طب ولعيش نعتمد؟ البصر النظر. خلي واحد يا سيدي ايده تكون نازلة عن الثاني شوي صغيري، شو بده يصير؟ تعال تنشوف شو بده يصير. بنفرض انه هاي المسافة اللي احنا بدنا نقيسها، بس لانه يعني مش متأكدين، بجوز واحد بجوز واحد ما نازل ايده عن الثاني، هنكون نص متر. انت لما تشد الشريط بتكون شاده حسب الخط الاسود ولا الازرق؟ اسود. لنفرض شديناه 30 متر، بنروح مسجلين ان المسافه اللي هي الخط الازرق قديش هي؟ لازم تكون 30 ولا اقل من 30؟ اذا احنا في عندنا خطا، صح؟ قديش هي المسافه الفعليه؟ تعالوا تنحسبها. يلا، المسافة الفعلية بتساوي الجذر التربيعي، لا 30 تربيع ناقص 0.5 تربيع، صحيح؟ احسبها. في حدا معي حاسب يحسب لنا اياها سريع؟ يعني ممكن واحد ايده تكون نازل عن الثاني اكثر من نص متر؟ يعني بتكون واضحة في العين سعيدة. أنا لسه بلغت، يعني لو ساعدكم بالسؤال كديش واحد ممكن يده نازل عن الثاني، شو تقول لي؟ 20 سنتي أو 10 سنتي، صح؟ لا احنا كبرنا، كديش طلعت عندك؟ 9.96، صح؟ تطلع تساوي 29.996 متر. يعني كديش الخطأ؟ 4 ملي 4 مليمتر. If you are working with 1 centimeter accuracy، يعني كنا بنشتغل مش لأقرب ملي لأقرب سنتي، شو بنسجل الرقم؟ 30 منقربه، صح؟ إذا عمليا ما في عندي هالخطأ الكبير الناتج عن يعني واحد إيده نازلة أو طالعة عن إيد الثاني. اجتهد، بس ما بدنا نكون متشددين زيادة عن اللزوم. واضح لك يا؟ اوكي. رينجينج توجيه او تثليث. اذا كان الخط قصير فالمسألة
كانت في غاية البساطة. طب إذا كان الخط طويل على أرض برضو شبه منبسطة، هذا خطوه في العمل يعني، بس بذكر فيها سريع. في هاي الحالة شو بدنا نعمل؟ بدنا نجزئ الخط بعملية شو سميناها؟ تثليث أو رينجينج. تثليث له علاقة بأي رقم؟ ثلاثي. مين هم الثلاثي؟ هاي واحد بداية الخط، وهي اثنين، والنقطة الثالثة هي اللي انت بتضيفها. انه اي خط مستقيم بيلزمه كم نقطة لتحديده؟ نقطتين. فأي نقطة تضيفها هي ثلاثة. في عنا تثليث امامي forward ranging اللي هو هذا، يكون عندي خط طويل بجزه لأجزاء، بقيس هالأجزاء هاي وبجمعها بيطلع عندي طول الخط. بس في عندي تثليث خلفي backward ranging، تثليث الخلف يا شباب يكون عندك خط قصير وهذا الخط القصير بدنا نمده على استقامته خلف طرفي الخط، يعني يا من هاي الجهة يا من هاي الجهة. تثليث الأمامي كم شخص بيقوموا فيه؟ ثلاثة. عدوا لي اياهم. واحد بوجه، واحد انا، واحد بالنص. ليش الثلاثة؟ وين الثلاثة؟ ان شاء الله بدك تقول لي واحد ماسك الشخص هذا. يعني انت بتروح صاحب مكتب مستقبلا بتوظف شخص زيادة بس عشان يمسك الشخص. ما كنا في حامل ثلاثي، صح؟ اذا الارض لينة تغرز الشخص، واذا الارض صلبة نجيب الحامل الثلاثي. فعمليا اثنين، واحد هان وواحد هان. طب التثليث الخلفي كم شخص بجمعه؟ شخص واحد فقط. انت نفسك تمسك شخص ترجع لورا، ترجع حالك يمين شمال، لما بتوتر تشوف الشواخص اللي امامك بتكون انت على استقامة الخلف. هذا بنسميه التثليث الخلفي. لسه في عندنا التثليث المزدوج او غير المباشر او التبادلي، which we'll talk about it later. It's called repeated alignment. When you talk about the obstacles in chaining, we talk about the third type. If we have a regularly sloping ground or uniformly sloping ground, أرض انتظمت الانحدار زي ما انتم شايفين وبدنا المسافة الأفقية، فهذه حليناها قبل شوي بأنه نقيس المسافة S ونقيس ايش؟ الفا. فعندنا دي بتساوي اس كوساين الفا، ودلتا اتش شو بتساوي؟ اس ساين الفا. هذه زاوية ممكن قياسها استخدام ابني ليفل او كلينوميتر. الان لنفرض انه انا ما معي اداة لقياس الزاوية، هل من طريقة اخرى لقياس هذه المسافة؟ نعم، بنعمله كالاتي. نقدر احنا نعمل عملية تثليث ونضيف نقاط هنا ولا لا؟ نقدر ولا نقدر ايش؟ نقدر. تثليث عادي. الان شوف شو تعمل. بعد ما اضفنا النقاط هذول، شخص بمسك صفر الشريط هان، والشخص اللي هان شو بيعمل؟ بشد الشريط بشكل افقي، وبالبلبل او بالشاخص بتأكد انه هو فوق النقطة ولا لا. بقيس دي 1. بعدين الشخص اللي هان بينتقل هان، وهذا بنتقل للأمام، وشو بقيسه؟
كوسيدوت ديتو هذا الجزء أي من هذا بكرر نفس العملية بكيسو D3 ونفس العملية بكيسو D4 لاحظ D1 D2 D3 D4 مسافة الكلية الأفقية هاي اللي أنا ندور عليها دي شو بتساوي؟ مجموعهم الشكل اللي انت عملته شو شبيه في ايش؟ درج عشان هيك بسموها ايش؟ ستيبينج وهذا الدرج انت هسه لو رجعت على الارض وطلعت بتشوفه مش موجود بس في اثناء قياسك هذا اللي انت عملته فهذه الطريقة اللي بسموها ستيبينج اللي هو برضو ممكن تستخدم للارض بسميها uneven terrain uneven يعني مش regularly sloping ممكن يكون فيها regularities طالعة نازلة كذا برضو ممكن نستخدم طريقة ستيبينج فإذا أنت معني في المسافة الكلية مثلا من هان لهان هاي المسافة الكلية بتساوي مجموعة إيش الأجزاء المنفردة هاي واضح؟ أي استفسار شباب؟ أي سؤال؟ أوكي النوع الثاني من العمليات اللي بنكون فيها اللي هو making right angles and here we need to differentiate between two types sitting out right angles or erecting perpendicular lines and dropping perpendicular lines what do I mean by this عندي خط والخط عليه نقطة بدي من هاي النقطة أوجد نقطة في مكان ما قد يكون على يمين أو على يسار الخط بحيث أنه تكون النقطة هذه مع هذه تصنع إيش؟ عمود إذن النقطة الأصلية وين موجودة عندي؟ على الخط هذا بنسميه sitting out or erecting perpendicular lines هي إشارة perpendicular يعني قامي وراح نحتاجه كثير هذا راح نحتاجه في مساحة مين لما ناخد توقيع المنحنيات الصغيرة على تقاطعات الطرق على سبيل المثال هنتعامل مع الموضوع هذا صحيح انه في بعض الامور اللي ندرسها في هذا الشابتر يعني لم تعد مستخدمة في مسح قطعة ارض ولكن مستخدمة في امور اخرى زي توقيع المنحنيات في عملية انشاء الطرق العملية الثانية هي انه انا عندي الخط بس النقطة تبعتي وين موجودة؟ برا الخط. ساوية بناء، هاي النقطة تبعتي. شو اللي بدي أعمله أنا؟ بدي أوجد نقطة على الخط. حيث النقطة هاي مع النقطة هذه شو تعمل؟ تصنع. عملية عكسية. هذه بنسميها روبينج. قط بوضح شغلي انا شباب في من الطلاب لانه انتم يعني شديدي العهد مع موضوع المساحه vertical lines horizontal lines وقامه سقاط عمود لما بتحكي كلمه عمود على طول بتبادر لذهنك ايوه عمود لتحت صح كل شغلنا احنا في هذا الشابتر horizontal نقول خط هاي الخط عندي تقييم عمود هي افقيا يا هيك يا هيك ما بنحكي فوق وتحت واضح عندي خط وهي عندي زاويه بناء نفرض هذه الطاوله هي البناء
او هان هاي عند الخط رايحي النقطة هذه فيها وين موجودة برا الخط فأنا بدي أوجد نقطة رديفة على الخط بحيث أنه زاوية البناء مع النقطة اللي على الخط تصنع عمود معميا مع الخط الأصلي تبعي وهذا الحكي اللي راح أتعرف عليه الحصة الجاي شو الخط الأصلي تبعي هذا وهو عبارة عن خط مساعد نستخدمه في رفع التباصي هناك طرق لإقامة العمدي وهناك طرق لإيش لإسقاط العمدي تعلمتوها ومارستوها في المختبر صح؟ في حد لسه ما ياخذها؟ اوكي اذا هذه طرق اقامه العمدي اما الاوبتيكال سكوير نظريه فيثاغورس والريشيو 3 تو 4 تو 5 اور اني مالتيبل اوف ات ومثلث المتساوي الثقيل في عندنا طرق اسقاط العمدي هاي نقطة ممكن تكون زاوية البناء على سبيل المثال طريقة أقصر بعد by swinging the tape شو معنى swing زي مرجحة بس احنا بنعمل وفق حركة يمين شمال عشان نشوف أقصر بعد أو مثلث متساوي الساقين بس عملية عكسية للإقامة أوكي هاي الطريقة نسونا منها ماشيها هذه تستخدم إذا كانت عندي النقطة اللي بدي أسقط منها عمود بعيد كثير عن الخط يعني ممكن يكون أطول من طول شريط إذا أطول من طول شريط بقدر ساعتها أشد الشريط وأخذ أكثر بعد يعني افرض أنه معك شريط طوله 30 متر بس النقطة سي بعيدة عن الخط اي بي 40 متر كيف بدي أسقط عمود يعني هذه شغلات نادرة جدا كانك تقرأها من حالك بس أنا ما بدي وعندنا الطريقة هذه الرابعة هي باستخدام ايش؟ اوبتيكال سكوير. إذا الاوبتيكال سكوير تستخدم both in dropping and sitting out or erecting perpendicular lines. واضح شباب؟ أي استفسار؟ Now let's put the pieces together. لما يكون عندك بازل عدة قطع بدنا نركبها مع بعض عشان نجمع الصورة الكاملة لها شفنا شو الأدوات المستخدمة في مساحة الجنزير أدوات قياس الطول وأدوات عمل زوايا قائمة right angles وشفنا كيف نستخدمهم الآن كيف نستخدمهم هدول كلياتهم مع بعض سواء ادوات او برنسبلز تعلمناها في رفع منطقه والمقصود برفع منطقه انك تطلع برا تعمل قياسات وبعدين تروح على المكتب وترسم وتنتج ايش مخطط مساحه mapping details using chain surveying إذا بتفتح كتابك صفحة 203 شو العنوان؟ Mapping details using هذا اللي بدنا نوصل له في نهاية مساحة واحدة كيف نستخدم الأجهزة الإلكترونية في رفع التفاصيل وعمل مخطط لها الآن إحنا على كد الحال كرشيننا على كد الحال وأدواتنا على كد الحال حتى لو كان معنا جهاز توتال ستيشن اللي هو الـ EBM هذا فيما بعد لن نستغني عن هذه المبادئ عشان هيك بضل ندرسكم إياه أنا الآن شخصيا أعمل على حل مشكلة حدود على الجدار الفاصل الجدار الفاصل دمر حدودها لم يعد هناك اي معالم للحدود واهل اصحاب الارض بدهم اياني احط لهم الحدود اضطريت لجهه اداره المساحه شوف في عندهم ايش عن الارض هاي وجدت انه هاي الارض كانت ممسوحه من السبعينات سبعينيات من القرن الماضي وفي عندهم قياسات على هاي المبادئ اقدر احللها ومنها اعيد الحدود اذا انا مش ضروري انا اليوم امسح بالطريقه هذه بس ممكن احتاج معلومات عن قطع الأرض موجودة وين؟
في هذه المساحة. إذا أنا مش فاهم المبادئ هذه بقدر أحلل هالمعلومات هاي؟ بقدر. عشان إيه؟ طول ما إنه في عندي معلومات في هذه المساحة عن أراضينا اللي مسحت بالطريقة التقليدية، نحن ضلنا ندرس الطريقة التقليدية، وإن كنا فيما بعد راح نستخدم الأجهزة المتوفرة في مسح الأراضي. أول خطوة في مسح قطعة أرض يا شباب هي زيارة الموقع field visit and you need to make a sketch for the area to be drawn. منطقة بدك ترسمها تمسحها بدك تعمل لها سكتش. سكتش رسم كروكي، رسم حر باليد. شو مقياس رسمه؟ شو حسب؟ مالوش مقياس رسم، ما هو باليد، ما هو ما عندناش قياسات لسه صح؟ إذا ما فيه مقياس رسم شو الأدوات اللي بنستخدمها؟ ورقة، قلم، محاي. إذا بدك تستخدم مسطرة صغيرة مش للقياس، إذا كان في عندك خط طويل وبتخاف إيدك يعوج بطول هالمسطرة وتروح عامل هيك بس بدون ما تقيس. You need to make a reasonable sketch. What do I mean by reasonable sketch? طويل طويل من قصير قصير، يعني خط طوله 20 متر. مش منطقي أرسمه أكثر من أبو 10 متر صح؟ وأرض مستطيلة مش منطقي أعملها مربعة ولا مثلثي صح؟ هذا الريزنبل. فشو بتعمل؟ اللي بتعمله كالتالي، بتوجه حالك مع الشمال. لنفرض هذا هو الشمال. طيب هذا عندي خط مع الشمال، هي هاي الشمال، هاي الشمال تبعنا نورث. هلا عندي هيك ضلع وهاي عمود عليه وهاي شكل الغرفة تبعي. الله ودي بالله بشبه ولا لا؟ بشبه الغرفة اللي احنا فيها ولا لا؟ هي اوكي. الان هذه الطاولة وين موجودة؟ طلع هذا الضلع اوكي اللي هو هذا صح؟ هذا خليكم شوي، خليكم شوي، عليكم صح هيك. لا الرسمي هاي مش مزبوط، الرسمي هاي مش مزبوط، خليكم شوي. دكتور افترض الشباب اتجاه اللوحه خلص. لا 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 لا، طلع في معظم مخططاتنا حتى يسهل قراءتها بنخلي الشمال للعلى اوكي. هاي الشمال، هذه عموديه على الشمال مزبوط. هاي الواجهة عمودية على الشمال، هاي الواجهة عمودية عليها صح؟ نطلع على الطول، هاي أطول من هاي. كلام سليم؟ أوكي. الآن أن هذيك الواجهة موازية للشمال، هي موازية للشمال، هاي هذاك موازية للشمال مزبوط؟ وضل عندي هذي. هلا هيك ترى عندي شكل غرفة تقريبا مزبوط؟ الآن هذه بناية وين موجودة؟ ترسمها في مكانها. أي بناية ترسمها في مكانها؟ مقاعد الكراسي ترسم في مكانها، حط كل شيء في مكانه. ريزونابل سكتش. هذا سكتش شو فائدته؟ ماني ادفانتجز. أولا رح يكون هو الجايد تبعك، الدليل تبعك إمتى؟ لما تروح ترسم بعد ما تقيس بدك تروح تجهز المخطط، بدك تحط سكتش، لانه في النهايه بدك تنتج رسمه شبيهه لمين؟ لسكتش. مين؟ اذا انت مش متفق مع الزبون على التكلفه، يعني بجوز يجيك الزبون قول له والله يا فلان مش حنختلف احنا وياه، بس نطلع على الموقع بنشوف اذا التفاصيل كثيره، ها المبلغ بيكون كبير شوي، قليله بننزلها. بجوز تكون حاطط في راسك والله انا بدخل لي 100 دينار، بس لما تروح تتفاجئ بكثره التفاصيل قول يا عمي بدي 150 دينار. واضح؟ وممكن تكون حاطط في ذهنك 200 دينار، لما تشوف التفاصيل اقل تقول له 150 دينار، بشوف هالزلمه قد الدنيا في الحاله هذه. يساعدك على تخطيط العمل، كم شخص بيلزمني؟ الادوات، كم شاخص، كم شريط، كم 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 كم، كل هذا بيجاوب عليه. واهم من هذا وذاك يساعدك على تخطيط العمل. شو معنى تخطيط العمل؟ ماشي. كيف بدي اشتغل؟ إذا بدي خطوط مساعدة راح أتعرف عليهم الحصة الجاية، وين أحطهم حتى تتوسط بين التفاصيل؟
هذا رسم يبين مثال على سكتش. أنا في الكتاب عامله بيش خط اليد. كثير من الكتب وقعت في هذا المطب انه بيقول لك سكتش وبروح عامله على الكمبيوتر سكتش باليد اسمه سكتش. هاي عندنا مثلا بيلدينج 1 2 3 4 عمود كهرباء شجرة بلوط شجرة زيتون اللي هو شارع 6 متر هذا سكتش وهي اتجاه الشمال يعني هذا بده يكون دليل اللي فيما بعد بنقوم بعملية اختيار خطوط مساعدة اللي راح اتعرف عليهم الحصة الجاية ونشوف كيف من الخطوط المساعدة نستطيع رفع التفاصيل هذه ورسمها فيما بعد. يعطيكم العافية.